بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم المبارك الذي صادف جوج ديال الذكريات ديال ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، وهما مناسبتين للتذكير بالعلاقة الوطيدة بين ملك البلاد أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وحفظه وبين شعبه، فهو يقود ثورة ملك وشعب من أجل الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والرفع من مستوى العيش في بلدنا الحبيب، وهو كان موضوع خطبة الجمعة، والمناسبة شرط، فكان هذه الخطبة تهدف إلى توعية الناس وتذكيرهم بتاريخهم المجيد الذي قاده المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه، ووارث سره الملك الحسن الثاني طيب الله مثواه. فالحمد لله هذه الأيام المباركة تزيد التأكيد على وحدة الصف في بلد الحبيب رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين. فالحمد لله نحن نمشي بخطى ثابتة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وحفظه.